العقيد، ازاي حضرتك؟ زي حضرتك وبرحب بحضرتك الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اللي شفناه امبارح في حفل تخرج الدفعه 2017 الحقيقه يعني اقل ما يقال عنه انه ملحمه وملحمه مشرفه، ان هم دول الناس اللي يعني خارجين الشباب ولاد مصر اللي هنستامنهم على امننا وهنستامنهم على مستقبل هذه البلد. يا ريت للساده المشاهدين حضرتك تقول لنا ايه عن هذه التدريبات وهذا الاعداد الجيد والعظيم لطلبه كليه الشرطه. والله اولا طبعا برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين وبنبارك لدفعه خريج 2017 امبارح، ربنا يوفقهم ان شاء الله ويكونوا نبته طيبه لهذا الشعب، واطمن الشعب المصري ان الدفعات ان شاء الله اللي متخرجه دي كلها هي مؤمنه ايمان كامل برساله الامن. احنا نعلم ان رساله الامن رساله غاليه جدا، ونتمنى زي ما قال نقيب رامي جمال ربنا يشفيه ان يضعوا ثقتهم هؤلاء الشباب، فهم على يقين ان دي بلدهم ومؤمنين بيها تماما يحافظوا على الامن فيها. الحمد لله هو تدريب نتيجه منظومه متكامله على عده مراحل، بدايه من اعداد الطالب من سنه اولى من اول ما يدخل. احنا شفنا يا فندم في التدريبات حاجات بتعملها طلبه سنه اولى وطلبه سنه ثانيه وطلبه سنه ثالثه، يعني يمكن كان في جزء من العرض قام بيه طلبه سنه اولى وكانوا على كفاءه عاليه جدا. يعني فعلا دفعه سنه اولى قدمت العرض الكامل بتاع الدفاع عن النفس والاشتباك. يعني بنقول ان من اول سنه اولى طبعا اعداد بدني جيد، اول ما بيدخل الطالب بيتم تحويله من المرحله المدنيه للحياه العسكريه، طبعا مع احترامي للحياه المدنيه مش بس، ولكن هي يعني تغيير في الكفاءه البدنيه بتاعته، تغيير في القوه القتاليه بتاعته، كل ده لما بيحصل ليه تغيير طبعا بيأثر على المستوى التدريبي الناحيه الاعلى. وكل ده طبعا لما حصل توجيه دائم من السيد الوزير بالاهتمام بالتدريب، كان في اجتماعات مستمره على طول مع السيد اللي هو دكتور مساعد وزير الداخليه ورئيس اكاديميه الشرطه، بان يا جماعه احنا مش عايزين نقف عن الموجود من المخاطر الموجوده، لا احنا عايزين نستبق نشوف المخاطر المحتمله وهنواجهها ازاي. وبناء عليه تم عمل بما يسمى الكود التدريبي، وده كود معترف عليه دوليا. كان سيادته اقترح ان لابد من تطبيق هذا الكود لجميع طلبه الكليه على جميع المراحل وجميع الفئات التدريبيه، بمعنى عندنا كود في الرمايه، كود في الاسلحه، كود في عمليات الشرطه، كود في اللياقه البدنيه، في الضاحيه، كود في الكفاءه القتاليه. كل ده طبعا يعني احنا لو عايزين نقول عن الكود هناخد حلقات كتير، ولكن اختصارا الكود التدريبي هو عمر المتدرب، يعني هو يعني نموذج من عمر المتدرب مع المنهج التدريبي او البرنامج التدريبي اللي بيتعمل ليه اللي هو بطوله الكليه مع مستهدفات التدريب. لن يتخرج اي طالب من كليه الشرطه الا اذا حقق المرجو من هذا الكود. النصيحه يا فندم، او اذا جاز التعبير نسميها يعني الوصيه اللي حضرتك بتقولها او بتلح عليها او بتصر عليها لكل طلبتك في كليه الشرطه هي ايه؟ انه يعني دايما يحافظوا على التدريب، يحافظوا على نفسهم، يؤمنوا برساله الامن، يحافظوا على هذا الشعب، وبنطلب من الشعب ان يقف ورا هؤلاء الشباب، ان هم يبقوا وراه يدعموه يثقوا فيه، هم ثقتهم في شعبهم طبعا ثقه غاليه جدا. دايما يهتموا بتدريبهم، دايما يتابعوا الساحه، هم متخرجين على علم، على تدريب عالي، على تثقيف. احنا برضه عندنا نشاط ثقافي الحمد لله عالي جدا، عندهم دورات في الثقافه عاليه جدا، ومن يمكن من على يعني على من اعلى مستويات اللي بيجوا يديهم الدورات الثقافيه. يعني بقول لهم ربنا ان شاء الله يعني التدريب وينتبهوا لنفسهم وينتبهوا لمصر. سيادة العقيد انا بشكر حضرتك.